السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة كده جاية لكم بروتين كده خفيف كده، بس يعني النتيجة ابهرتني في الاخر. انت ازاي تغيري شكل الرخامة اللي هو التقليدي اللي هو بتاع زمان ده لشكل الرخامة كده تركي كيوت بحاجات بسيطة؟ اكيد هتفرق معاكي كتير في قلب مطبخك، وفي نفس الوقت كده هتنظميه بطريقة سهلة. والحاجات اللي انا عملت بيها الرخامه كده، بصوا الرخامه بقت سمراء وحلوه اهي، يعني بتلمع زي الفل اهي، وشكلها يعني بصراحه يعني غير في النفسيه شويه. قبل كده كانت لونها بصراحه ما كانش عاجبني خالص، فانا قلت اعمل التغيير ده وقلت اشارككم معايا عشان ايه اللي حابب برضو يعمل زيي، يعني يقوم كده يتشطر ويعمل. بصوا بقى ده شكل الرخامه القديم، احس اللي هي كده جربانه مجربه، ما تفهموش كان فيها ايه. المهم هو كان لونها كده اصلا. اكتر الرخامات عن الرخامات عندنا في مصر بيبقى اللون ده، تمام؟ فانا النهارده بقى قلت ايه اعملها بقى اللي هو الشكل التركي واغير شكلها شويه. وكان عليها كده ايه، جبت الحاجات دي اللي هعمل بيها ده نفط، ازازه كده من النفط، وجبت ازازه كده من اسود لامع، تمام، من شركه باكن طبعا. اهو لو انتوا عايزين تاخدوها سكرينه بحيث بقى اللي حابب يغير يروح، هي كيلو تمام، وشويه كده من الجليتر. وقلت الراجل كده هنا عايزه شويه بخمسة جنيه شويه دول يعني، تمام. والعلبه دي كانت ب40 جنيه، وازازه النفط دي كانت ب6 جنيه، يعني الموضوع كله ما خدش 55 جنيه. وهتغيري شكل الرخامه بتاعتك. ابتديت اشيل كل الحاجات اللي كانت عليها طبعا، عشان ايه انا يعني هديها تلميعه كده. اهم حاجه هبدا اغسلها الاول كويس. جبت اللي هو البريلا او اي نوع بقى يعني صابون مواعين انت بتعملي بيه، وحطيت كده ايه يعني شويه كده من الخل اللي انا عماله ارشه ده خل، تمام. ودعاكي بقى ايه يعني نضفي كده الرخامه. وبعد كده لو عندك حته صنفره، اكيد كلنا مش عارفين الصنفره، بس الصنفره دي يعني ايه تصنفري بيها كده الرخامه. انا بصراحه نسيت الحته دي، بس عادي خالص ولا فرقت معايا. بس لو عندك يعني عادي يعني اعملي بيها، تمام. بعد كده هبدا بس ايه ادعك كده الرخامه، بحيث ان انا لما اجي ادهن عليها الدهان تكون نظيفه، تمام. بعد كده ابتديت اجيب قماشه كده ناشفه، وابتديت كده ايه اشيل منها، اسيبها تنشف، اهم حاجه اسيبها تنشف، تمام، عشان انا بعد كده احط عليها الدهان بتاعي. اي علبه بلاستيك بقى او اي طبق قديم عندك، يعني اي حاجه انت مش مستخدماها مش يعني تستخدميها بعد كده، بحيث اللي هو البتاع ده اصلا بيلزق في العلب والحاجه. المهم قعدت كده اهي افتح في العلبه، مش راضيه تتفتح معايا. المهم تبتدي ايه تفتحيها، جيبي الحاجة البلاستيك، العلبة البلاستيك او اي حاجة، حطيت كده يعني نص العلبة، يعني نص العلبة دي دهنت معايا الايه بعمل بايدي، فالحوسة انا راحت ايدي جابت ايه سمر وسواد وحاجة متبلة يعني بوظت ايدي يعني ايه. وابتديت احط كده نص ازازة النفط. جبت بقى ايه لما لقيت الدنيا باظت معايا، جبت اللي هو الجلافس او الجوانتيات اللي هي البلاستيك دي، وحافظ على ايدك ياما، احنا لاقيين الايدين فين يعني. الحاجة دي بتلزق في الايد بسرعة، فخلي بالك يعني لو لزقت في ايدك اصلا يعني وانتي بتعمليها، قومي بسرعة اغسلي ايديك بسرعة بسرعة عشان خاطر ما تثبتش فيها بقى وتلاقي ايديك سمرة وحشة، تمام. ابتديت احط كده شوية من الجليتر، انا جايباه لونه فضي، واي عصاية بقى خشب، عصاية قديمة، اي حاجة. الحاجات دي طبعا عدتي بتاعت الشغل، انتوا عارفين اللي انا صنايعية قديمة، تمام. العصايه دي كنت طبعا بقلب بيها البويا قبل كده، انتوا عارفين ان انا دهنه اوضه الاطفال، اوضه الطرقه، دهنه حاجات كتير في قلب الشقه، فدي عدتي بقى عده الشغل. هتبتدي بقى ايه النفط مع الـ البويا السوداء مع الجريتر، هو مش باين طبعا عشان ما كترتش، انا جايباه اصلا عشان يديله لمعه بعد كده. هتبتدي بقى تجيبي ايه الروله بتاعتك. الروله دي لو مش عندك عادي خالص ايه ممكن تعملي بفرشه، بس يعني هي الروله يعني ليها استخدامات كتير، هتنفعك في قلب بيتك يعني، تمام. هتبتدي ايه تاخدي كده يمين وشمال وتعملي بقى كل الرخامه اللي معاكي. بصوا اصلا يعني زي ما انتم شايفين كده
ايديا باينه، ايديا اهو باينه، هو اصلا البتاع ده حلو بيلمع، يعني انا قلت له انا عايزاه لميع بحيث اللي هو كده يخلي الرخامه تبرق معاكي وتلمع معاكي تمام. وهتفضلي بقى ايه تجيبي حته حته كده وتروحي رايحه جايه رايحه جايه كذا دور. انا هاخدها وشين اصلا. حلوه، بصوا انا بكلمكم بلغه الصنايعيه فعلا. هاخدها وشين تمام. المهم ايه الرخامه بتاعتي هي ولا كبيره ولا صغيره، معقوله شويه، فاتفضل منها. وبصراحه بقت البويه دي عملت بيها دولاب اوضه الاطفال، انا عندي لونه اسود وكان بهتان شويه، هبوريه لكم ان شاء الله، عاملاه في روتين برضو تمام. ورايحة جاية اهم حاجة تساوي المنطقة اللي انت بتعمليها بحيث اللي ما تبقاش البوية عندك مكلكعة تمام. بعد كده فاضل الحتة اللي هي الاخيرة زي ما انتم شايفين اصلا طرفها باين، برضو هبدأ اعملها بالرولة رايح جاي رايح جاي لحد ما كله يتساوى مع بعضه. اهم حاجة يبقى كله ملمس واحد وكله متساوي مع بعضه بحيث اللي ما تكونش حاجة ابا حاجة عالية كده يعني تمام. وفي الوقت ده برضو لقيت اللي هو الجوانب دي مش عايزة الرولة، فابتديت اجيب اللي هي الفرشة بصراحة، او لو ما عندكيش فرشة ممكن بفرشة السنان تجيبي اللي هي الجوانب اللي في الجنب دي عشان مش هتعرفي تعمليها بالرولة خالص تمام. اهو تفضلي رايح جاي رايح جاي عشان اي زوايد عندك تتشال خالص. ايديا باينه اصلا اهي، يعني حاجه بتلمع وكده وزي الفل، يعني هتعجبك ان شاء الله وتغيري كده من شكل رخامتك، وفي نفس الوقت هتلاقيها كده حاجه كده ستايل يعني. صدقيني النتيجه في الاخر ابهرتني وكانت حلوه قوي تمام. اهو الجوانب اللي انا بقول لكم عليها اهي اللي في الجنب دي، هبدا اجيب الفرشه كده، دي فرشه برضو كانت عده الشغل عندي، ابتديت اعملها كده من الجناب يعني بالراحه كده تمام، عشان بس ما تسقطيش في الارض ولا على حاجه، بحيث ان البتاع ده زي ما قلت لكم بيمسك جامد قوي وبيبقع في الايد وبيبقع في الحاجه، فخلوا بالكم لابسين الجوانتي بتاعنا محافظين على ايدينا. خلي بالك بقى من الحاجة وانت بتعمليها ومن الارض بالذات عشان لما بيقع بيقفش كده في الارض تمام. ابتدي بقى اعملي كل الجوانب اليمين والشمال واللي ورا واللي قدام، يعني زبطي الدنيا كده تمام. بصوا حتى خيال ابني رينو وباين اهو عمال يكلمني وانا اقول له امشي اطلع بره. المهم كده ايه اول دور هسيبها بقى تنشف، اهم حاجه بين الدور والتاني تسيبيها تنشف نهائيا بحيث اللي هي ما تزيقش معاكي، او يعني مش عارفه الكلمه اوصلها لكم ازاي. المهم تسيبوها تنشف خالص، اهو شايفين بيبرق، يعني هي اصلا لميعه. وادي ايه الدور الاولاني، انا شغلت المروحه بصراحه، جبت المروحه اللي هي الارضيه دي وشغلتها عليها بحيث اللي هي تنجزني في الوقت. الموضوع ده خد في ايدي يوم بصراحه علشان خاطر تنشف، يا اما عندك مروحه يا اما بقى تفتحي شباك المطبخ، اهم حاجه تسيبيها تنشف نشفان تام. ادي بقى الدور الثاني، الدور الثاني ده انا عملته بعد مثلا 5-6 ساعات تمام، بعد فتحان المروحه كمان. طول ما انت بتحطي ايديكي وبتلاقيها بتلزق لا سيبيها، اول ما بتلاقيها بتلزق في ايديكي سيبيها، ما تشتغليش فيها ولا تحطي عليها اي حاجه، وما خليش عيالك بقى يبعدوا بهدومهم وانت نفسك تبعدي خالص عنها. اهو زي ما انتم شايفين ابدا بقى اخلص كل الرخامه، وبعد كده جبت الجليتر كده على طبق وابتدي انفخيه، اهو زي ما انتم شايفين انا بنفخ بحيث اللي هو ايه يتوزع على الرخامه كله. اهو بصوا زي ما انتم شايفين هو اول ما ينشف هيبان شكله اكتر، عايزه تزودي عايزه تقللي عايزه تخلي الجليتر لونه ذهبي مفيش مشاكل، اي الوان انا عملته اللي هو اللون الفضي، لون بسيط كده وهادي وزي الفل. ابتديت اعمل بقى كل الجناب اللي هي تحت دي واسيبها تنشف نهائيا، سيبيها لمدة يوم كامل، افتحي شباك المطبخ افتحي مروحة، المهم اللي هي تنشف معاكي وان شاء الله مش هتاخد في ايدك وقت. انا سبت الموضوع ده زي ما قلت لكم يوم كامل، يعني انا عملتها مثلا المغرب
تاني يوم بقى خلاص بقى ابتديت احط عليها حاجات، ما بقتش تلزق خالص وبقت حلوة وزي الفل، وابتديت بقى ارص عليها الحاجات والفازة اللي انا جايباها بقى ايه للمطبخ والكوبايات اللي عندي والمجات، يعني ابتدي ايه خلي رخامتك كده شكلها حلو كده وكيوتة، و يعني يكون منظرها كده يفتح نفسك وانت في قلب المطبخ بقى ايه بتطبخي، بتعملي كوبايه شاي كوبايه نسكافيه، عايزه تعملي اللي هو كورنن الكورن بتاع الركن بتاع القهوه، تمام ممكن تعمليه. ابتديت برضو اجيب اللي هي العلب اللي هي التوابل دي، وابتديت ارصها رصه كويسه برضو بحيث برضو اللي يبقى ايه كل حاجه كده منظمه على الرخامه، وخلاص بقى في اللحظه دي بقى خلاص ما بقتش في حاجه تلزق، وابتدي بس رصي حاجتك حاجه كويسه، وفي الاخر المنظر هيعجبك كتير. ما عجبتنيش شكلها تحت فقلت احطها فوق. واجيب برضو ايه في علب تانية اللي هي المربعة السمراء دي، حلوة ماشية مع اللون الاسمر بتاع الرخامة، وهبدأ احط عليها برضو كل التوابل دي، ايش بقى كل حاجة كاتبة عليها يعني يا ملح يا فلفل يا شاي يا سكر كده، يعني ابدأ احط كده اكسسوار كده بسيط كده وبس. يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم، وان شاء الله تقوموا تجربوا وتعملوا الرخامة الشيك المودرن دي، ومستنية بقى تعليقاتكم، مستنية ان شاء الله لايكات كتير، وتقولوا لي رأيكم في الفكرة ولازم تنفذوها هتعجبكم كتير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجة حلوة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.